ملي كنهضر على منطقه كنهضر على جهه تطوان طنجه الحسينيه. وبالعكس راه مفروض عليا نعالج مشاكل المغرب كامل، ولكن الانتماء ديالي لهاد المنطقه هذه كيفرض عليا على اولا نخلي التليفون ديالي مفتوح، اولا ثانيا انني نتصنت بامعان المشاكل، ثالثا على انه ممكن انني نتخاصم مع اللوبي السياسي اللي كاين في الرباط من اجل فرض وجهه نظر ديال ابناء المنطقه، والتي احيانا يساء فهمها. يساء فهم هاد المنطقه، كاين سوء فهم كبير. كاين احيانا كنسمع بان ابناء المنطقه انفصاليين، عمر ما كان ابناء منطقه تطوان طنجه الحسيمه انفصاليين. هادو ناس تربوا على المقاومه، وتربوا على حب الوطن، وتربوا على الجهاد في سبيل هذا المغرب. هذا لا يمكن باي حال من الاحوال انني نقبل ان مسؤول حكومي او مسؤول سياسي ينعت لي الابناء الحومه ديالي والدراري ديال المدينه ديالي والدراري ديال المنطقه ديالي والنساء والرجال ابناء هذه المنطقه ينعتهم لي بالانفصاليه. هذه كارثه. ولكن تحت هذا النعوت القدحيه راه كاين اشياء كتخدم من تحت. راه هناك محاولات حثيثة لعودة المنطقة الى السابق، واحد العهد السالف، بداك الفجوة ما بين جلالة الملك وما بين ابناء المنطقة. كاين عمل خدام اذا حنا ما وعيناش به خصنا نوعوا به، على انه هناك من كيحفر ليل نهار في سبيل انه تعمق هذه الفجوة. وحنا كنعرفوا العطف جلالة الملك على المنطقة والحب ديالو لهذه المنطقة، واللي لولا المبادرات ديالو كنا غنكونوا في كارثة. الآن المبادر الوحيد، ونقولوها حنا في السعادة الحقيقة كنقولوا الحقيقة، المبادر الوحيد في المنطقة هو جلالة الملك. وهذه كارثة، لأنه كتفرض علينا غياب واحد المجموعة ديال ذوي الاختصاصات من المسؤولين. أنا الرسالة ديالي اللي موجهة للمواطنات والمواطنين أبناء المناطق الشمالية، اللي حنا كنا دائما المناطق الشمالية سباقة العديد من الأمور. هذه المرة ها هي يدي ممدودة للمواطنات والمواطنين. الآن خصنا نعملوا ثورة، والثورة ديالنا الحضارية اللي ممكن تكون عندنا هي ماشي بالعنف وماشي بالاحتجاجات. الاحتجاج ديالنا خصو يكون عن طريق صندوق الاقتراع، عن طريق التصويت العقابي والتصويت الايجابي على اقل الاضرار. نتفق معكم على ان الوضعيه فيها غير الكذابه والمفسدين هي وما يكذبوا علينا، ولكن خصكم تعرفوا انه اذا بقينا مربعين يدينا غادي نخليو المجال غير الفقهاء اللي كيمارسوا السياسه وكيستغلوا الدين، وغنخليو المجال اللي كيستغلوا المال الحرام، وهما كيتناطحوا مغادين البلاد الى الخراب. وخير دليل على ذلك هو ما وقع مؤخرا من فيضانات اللي بينات حقيقه المسؤولين اللي عندنا السياسيين، واللي بينات كيف انهم في اللحظه الحقيقيه اللي كيحتاجهم ليلى الشعب وكيحتاجهم ابناء المدينه كنلقاو بيناتنا الفراغ كيهربوا، لان هذيك لحظات الحقيقه. لحظات الحقيقه كذلك هي ما وقع من احتجاجات في الفنيدق. هذه لحظه من اللحظات المصيريه، وقبل منا وانا عندي تجربه عميقه في هذا الشيء، ما وقع في الحسيمه. في هذه اللحظات الحقيقه اللي الشعب كياخذ زمام المبادره، كتكون فيه الحاجه ماسه الى المؤطرين، الى من يؤطر، الى من ينصت، الى من يطرح الحلول البديله. كنلقاو الفراغ، كنجبروا الناس هربت. الناس هاد المسؤولين السياسيين كيهربوا، كيتخبعوا، كيطفيو التليفونات. في لحظه الفيضان اللي الانسان دخل عليه الماء حتى لدارو ومشى بولادو والمعيشي ديالو والامور ديالو، حين كيعيط المسؤول السياسي كيقول له انا عطيتك 200 درهم شريتك صافي، بلا ما تبقى تعيط لي تحرق لي الراس ديالي. وبالتالي دابا انا ادعو ساكنه الشمال باش انها تعطي درس حقيقي في الثوره الحضاريه، في التغيير الحضاري، في الديمقراطيه الحقيقيه، ونكونوا فعلا اشعاع